بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. من المشهور عند العرب لفظ الراعي، وهو الخطأ في الكلام. وشكون هو المتميز في كل عصر العصور في ارتكاب الخطأ عمدا في الكلام؟ يعطيك كلام عديم الوضوح باش انت تزلزل، تدخل بعض كما يقولوا العامة، تونتر دون ان ايتا دو كونفوزيون مونتال، وتقعد مع هؤلاء ضايع ماكش فاهم القصد من كلامهم. كما قبيل قلنا يا سيدي يا سيدي، الله لا يوريك ما ريت ولا يذوقك ما ذقت. قلت لي الكلام في ظاهر الأمر يوحي للسامع اللي يودي بيتمنالوش ما يتمتع به اليهود. يعني كان رؤية لأموال باطلة هو يخزن بها، وحنا عنا تيزوريسم هو جرم كبير لأنه يضر الحياة الاقتصادية. يعني يكنس باش يخدم به الربا ويعطل الدورة الاقتصادية في ذلك المكان. والحديث يطول، لا علينا، والقرآن أنفع لنا، والسلام.